هسه نسوي خطوات عمل الذراع بهذا الشكل اللي شوفوا. اول شيء سوي العين السحريه، ست غرز داخل الغير العين السحريه. هسه السر الثاني ايش راح نسوي؟ راح نحوق غرزه والغرزه الثانيه نزيد، نكرر نحوق غرزه ونزيد الى ان نوصل المكان اللي بدينا من عند الشغل، ويكون عندنا عدد الغرز 9 غرز. بعد ما كملنا صار عندنا هذا الشكل. هسه ايش راح نسوي؟ راح نحوق سراوين غرزه فوق كل غرزه من هاي الغرز بدون ما نزيد، احنا عندنا 9 غرز. نحوق سراوين ونرجع. كملنا السراوين بهذا الشكل. هسه الغرزه الاخيره نغير، بعد ما غيرنا اللون صار عندنا هذا الشكل. هسه ايش راح نسوي؟ راح نحوق غرزه فوق كل غرزه، احنا عندنا 9 غرز، هنحوق غرزة فوق كل غرزة من هاي الغرز إلى أن نوصل المكان اللي بدينا من عنده. شو راح نسوي؟ نحوق 9 سراوات، إحنا حكنا سرة واحد، نحوق 10 سراوات غرزة فوق كل غرزة إلى أن نوصل المكان اللي بدينا من عنده الشغل بدون ما نزيد. نحوق 10 سراوات ونرجع. بعد ما كملنا 10 سراوات صار عندنا هذا الشكل اللي تشوفوه، هي الغرزة الأخيرة. هسه شو راح نسوي؟ نحشي، صار عندنا الزراع بهذا الشكل اللي تشوفوه. خطوات الجسم، أول شيء راح نسوي راح نثبت القدم واحدة بصف اللخ، وراح نحوك غرزة فوق كل غرزة من هاي الغرز إلى أن نوصل للقدم الثاني. إحنا عندنا 14 غرزة كل قدم، نثبتها أول بهذا الشكل، ورح ناخذ رح نرتفع سلسلة، نرتفع سلسلة بهذا الشكل، ونحط القدم الثانية بحيث تكون مساوية القدم الأولى والقدم الثانية بهذا الشكل. نطلع الخيط بس اول شي نتأكد انه نفس المستوى القدم الاولى والقدم الثاني. هسه راح نرتفع سلسلة، اخذ اوريدي سوينا سلسلة، هسه راح واحد سوينا غرزة بس حتى اشوفكم الطريقة بهذا الشكل. هسه راح نحوك اول قدم غرزة فوق كل غرزة، احنا عندنا قدم الاولى 14 سلسلة والقدم الثاني 14 سلسلة، فاذا جمعناهم صاروا عندنا 28 سلسلة اللي هي راح نحوك بها الجسم. نحوك غرزة فوق كل غرزة من هاي الغرز، إلى أن نوصل المكان اللي بدينا من عند الشغل. ومثل ما قلت راح نحوك غرزة إلى أن نوصل هذا نهاية القدم، ونبدأ بالقدم الثانية. بعد ما كملنا القدم الأولى راح نجي على أول سلسلة اللي ارتفعنا بيها، حوق غرزة وراح نجي هسه على القدم الثانية، وراح نحوق مثل ما قلت غرزة فوق كل غرزة إلى أن نوصل نهاية القدم. نكمل وياكم إلى أن نوصل نهاية القدم. بعد ما كملنا بهذا الشكل ايش راح نسوي؟ راح نحط علامة على اول غرزة سويناها، اللي السلسلة اللي ارتفعنا بها، وراح يكون هذا مكان الشغل اللي بدينا من عنده. هسه راح نحوق 5 سراوات، حنحوق غرزة فوق كل غرزة من هاي الغرز، واحنا قلنا عندنا عدد الغرز 24 غرزة. راح نحوق
خمس سراوات، غرزة فوق كل غرزة نحوكها إلى أن نوصل المكان اللي بدينا من عند الشغل، ونرتفع خمس سراوات. نكمل خمس سراوات ونرجع. بعد ما كملنا خمس سراوات صار عندنا هذا الشكل. هسه ايش راح نسوي؟ راح نغير اللون، آخر غرزة نغير اللون، اللون الأبيض. راح نحوك سبع سراوات، غرزة فوق كل غرزة. بعد ما غيرنا اللون راح نحوك غرزة فوق كل غرزة بهذا الشكل. نحوك سبع سراوات، وعدنا عدد الغرز 28 غرزة، مثل ما قلنا انه 14 بالقدم اليمنى و14 بالقدم اليسرى، جمعناهم سوا صار عندنا عدد الغرز 28. فهسه نحوك سبع سراوات ونرجع.